كل ما كنت جيد بتنظيم وقتك، كل ما سيطرت أكثر على المهام اللي على عاتقك. والدراسة واحدة من هذه المهام. التحضير والمتابعة اليومية للمواد كفيلة بأنه تخلي عندك سيطرة في فترة الامتحانات. الوقت الذي يسبق الامتحانات بقليل هو وقت ليس لدراسة مواضيع جديدة لم تكن مطلع عليها سابقا، وإنما هي فترة مراجعة لما درسته وتذكير لما حفظته سابقا. عندما تدرس موضوع جديد، دماغ بحاجة إلى وقت لاستيعاب هذا الموضوع، مرة مرتين، إعادة وتكرار. من الصعوبة أن يرسخ من مرة واحدة. وأيضا دراسة مواضيع جديدة قبل الامتحانات بفترة قليلة يسبب ضغط وجهد عالي، يخليك تشعر بالتعب والإرهاق والملل والتباطؤ والشعور بعدم الفهم والإحساس بأنك ما مسيطر على المادة، وبالتالي يحسسك هذا الموضوع بالغباء. إذن الدراسة والمتابعة اليومية هو الحل الأمثل والأصح والأسهل والأكثر فائدة، كل ما هنالك يتطلب منك بعض التنظيم وقليل من الإرادة لتحصل على نتائج إيجابية.